السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر شادي هشام التركي من قناة Everybody English، والنهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض المراجعة النهائية للصف الرابع الابتدائي، المنهج الجديد منهج Connect Grade 4. طبعا المنهج بالنظام الجديد اللي هو بتاع 2021-2022. كنا نزلنا قبل كده مراجعة الوحدة الأولى، لو لسه ما شفتهاش هتلاقيها بتظهر لك فوق دلوقتي، تقدر تروح تتابعها الأول وبعدين نبتدي مع بعض النهاردة على طول في Unit 2. يونت 2 طبعا بعنوان Desert Animals اللي هي حيوانات الصحراء. الوحدة دي هتكون هي صغيرة شوية غير الوحدة اللي فاتت، هيكون معانا النهاردة 20 سؤال choose وعشر أسئلة choose the odd word اللي هي اختار الكلمة المختلفة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم نبتدي كده. أول سؤال بيقول لنا Look نقط all these animals that I have in our country أو that live sorry that live in our country. طيب look ايه بقى؟ بقول look over ولا look at ولا look on؟ طيب ال expression اللي لازم نكون عارفينه هنا ايه؟ يكون look at. look at على طول اللي هي معنى ايه؟ بص على كذا او انظر على كذا، يبقى look at الاجابة at. تمام. رقم اتنين اهو look at the crocodile it's not. بص على التمساح انه ايه بقى؟ تفتكر هنقول huge يعني ضخم ولا cute يعني لطيف ولا helpful يعني متعاون؟ طبعا it's huge. تمام. طيب رقم تلاتة not are very helpful they eat insects. يعني ايه هي الحاجات اللي هي بتبقى متعاونة جدا لان هما بياكلوا الحشرات؟ هل lions الاسود ولا spiders العناكب ولا lizards السحالي؟ طبعا هي spiders العناكب، يبقى هتبقى spiders are very helpful they eat insects. تمام. بفكركم تاني ان الاسئله اللي احنا شغالين فيها دي دلوقتي انا مصممها عشان تكون شامله الوحده كلها من غير ما نراجع لا على الكلمات ولا نراجع على الجرامر. يعني احنا الاسئله دي شامله الجرامر والكلمات، فمش محتاج ان انت بعد كده تعمل اي حاجه تاني لو شفت الفيديو ده كده. الوحده التانية بالنسبه لك هتكون تمام بالنسبه لك. اوكي. طيب رقم أربعة The not eats small fish. ايه الحاجة اللي بتاكل السمك الصغير؟ هل spider العنكبوت ولا camel الجمل ولا pelican البجعة؟ طبعا pelican اللي هي رقم 3 او letter C الحرف الثالث. طيب number 5 some animals are ugly and scary but they are not. يعني بعض الحيوانات شكلها وحش قبيحة يعني ومخيفة، لكن هم ايه؟ طيب هل هم important مهمين ولا impossible مستحيلين ولا impolite قليلات الادب يعني مش مؤدبين؟ طبعا اكيد هم بيخوفوا وشكلهم وحش لكن مهمين، يبقى important. important. تمام. طيب نيجي رقم 6 not is a crocodile. طيب هنا بقى لازم نخلي بالنا من قاعده مهمه جدا. الدرس الجرامر اللي كان مهم قوي في الوحده دي اللي هو بتاع ادوات الاشاره اللي هي this و that و these و those. طيب لما نلاقي is يبقى انا كده بتكلم عن حاجه مفرد، ولما نلاقي are يبقى انا بتكلم عن حاجه جمع. طب في is عندي حالتين وفي are عندي حالتين، واحده للقريب وواحده للبعيد. طب نتكلم على القريب والبعيد في is. لو هي حاجه قريبه بقول this، لو هي حاجه بعيده بقول that. طبعا ده مفرد مع is. طب لو جمع وهي are زي ما هنشوف كمان شويه، في الحالة دي هتبقى these لو هي قريبة
with those لو هي بعيدة. يبقى these are أو those are with this is أو that is. أوكي؟ طيب هنا بقى عندي الاختيارات إيه؟ not is a crocodile. هقول بقى those مش هتنفع لأن those بتروح مع are يبقى نكنسل دي. طيب وعندي هنا كمان these برضو مش هتنفع يبقى هي طبعا إيه؟ this. عشان لو حد ممكن يجي في باله سؤال يقول لي طب يا مستر هو انا هعرف منين هو قصد قريب ولا بعيد؟ بنعرف من الاختيارات. مستحيل هيحط لك this و that في نفس الجملة. تمام؟ طيب رقم 7 look at all نقط birds. اهو birds جمع اهي. تمام؟ طيب نبص بقى هل ينفع اقول look at all that؟ لا لان دي بتاعت المفرد البعيد. طب ينفع اقول look at all this؟ لا لان دي بتاعت المفرد القريب. يبقى look at ايه؟ look at all these birds. تمام؟ اهي بتيجي بالشكل ده كده. طيب رقم 8 what not the snakes؟ what not the snakes؟ طيب what ايه بقى؟ هل هنقول what from ولا what about ولا what for؟ في expression هنا لازم نكون عارفينه اللي هو what about، يعني وماذا عن كذا. ما تكون مثلا بتكلم انت وصاحبك او انت وصاحبتك وهي بتقول لك ايه انا بحب مثلا انا بحب البيتزا جدا، فتقول what about كشري مثلا، what about كشري. طب وماذا عن الكشري بقى، بتحبيه برضو؟ فهو هنا الحوار واضح انهم بيتكلموا عن الحيوانات. فواحد بيقول طب وماذا عن الايه الثعابين، يبقى المفروض اقول ايه what about، what about. تمام؟ طيب رقم 9 farmers like spiders because they are نقط. المزارعين بقى بيحبوا العناكب لانهم ايه؟ طبعا احنا فوق قلنا العناكب بتاكل الحشرات. طيب يبقى because they are scary مخيفين ولا cute لطف ولا helpful متعاونين. بالضبط هي helpful لان هم بيساعدوا المزارعين، ان العناكب دي بتساعد المزارعين ان هي تاكل الحشرات، فما بيبقاش في ايه ضرر على النباتات اللي بتتزرع من الحشرات دي. طيب نيجي بعد كده السؤال رقم 10 the fennec fox نقط in the desert of north africa. ثعلب الفنك بقى ايه في صحراء شمال افريقيا؟ هنقول living ولا live ولا lives. وناخد هنا قاعدة سريعة في المضارع البسيط، لما يكون عندي السبجكت او الفاعل مفرد زي هنا كده هو the phoenix fox، دايما بنحط في دماغنا ان احنا هنحط للفاعل يا اس يا اي اس. تمام؟ طيب واحنا التركيز قوي في الجزئيه بتاعه الترم الاول على فكره الاس بس، يعني نادرا ما بيجي فيها الاي اس. فهنا هحط ليف ولا ليفز؟ طبعا ليفز. يبقى the phoenix fox lives in the desert of north africa. تمام. رقم 11 the steep eagle travels from Europe to Africa not winter. طيب ال steep eagle بقى او اللي هو النسر ده بيسافر من اوروبا لافريقيا في الشتاء. عايزين نقول في الشتاء، فاكرين حرف الجر اللي كان بيجي مع فصول السنة اللي هما summer winter و fall او autumn وبعد كده spring؟ هنقول on ولا at ولا in؟ طبعا هي in. اي شهر في السنة من اول جانيواري لحد ديسمبر او اي فصل في السنة summer winter fall spring على طول نحط in. تمام؟ طيب رقم 12 how not is it وبعد كده الاجابة about 1 kilogram. ونركز بقى في الحتة دي قوي عشان بيجي فيها اسئلة كتير. لما يقولك how not is it هو كده بيسأل عن حاجة من يعني من عدة حاجات، يا إما بيسأل عن الطول
يا اما بيسأل عن الوزن، يا اما بيسأل عن الارتفاع، يا اما بيسأل عن السعر. فأنا أعرف منين هختار أنهي واحدة في دول؟ ببص فين على الإجابة هنا، بيقول لي about 1 kilogram يعني حوالي كيلو جرام. طيب الكيلو جرام ده هل ده طول long؟ يبقى لا. طيب هل ده tall يعني طول اللي هو بتاع الأشخاص؟ بالمناسبة قبل ما نكمل، tall بتيجي مع الأشخاص مع البني آدمين يعني، ولونج بتيجي مع الحاجات الغير عقل او غير العقل. تمام. طيب هو هنا ما قاليش اي سنتيمتر او ما قاليش كيلومتر مثلا ولا اي حاجه، يبقى على طول هاو هيفي اللي هي ايه التقل بتاعه قد ايه او كم يزن يعني كم وزنه. تمام. فالاجابه about 1 كيلوغرام، يبقى هاو هيفي كم للوزن. طيب نبص على اللي بعدها، هاو نقط از ات. طيب بيقول لي 40 kph. طب ايه kph دي؟ اللي هي كيلومتر بير اور، كيلومتر بير اور اللي هي ايه كيلومتر في الساعه. تمام. نخلي بالنا من الاختصار ده عشان لما نشوفه ما نتلخبطش. بيبقى بيسال هنا عن الايه، عن المسافه او السرعه، السرعه اسف مش المسافه. لما يقول لي بير اور يبقى دي كده السرعه، سرعته قد ايه؟ 40 كيلومتر في الساعه. طيب هل هنسأل عن السرعة؟ هقول how tall ولا how fast ولا how big؟ طبعا سريع يعني fast، يبقى how fast. تمام. نروح بعد كده الصورة رقم 14. طيب healthy camels healthy camels don't need to نقط often أو often. الاثنين صح. الجمال يعني اللي صحتها كويسة ما بيقوش محتاجين ايه اغلب الوقت. هل هنقول walk ولا sleep ولا drink؟ طبعا في الدرس بتاع الجمل كان بيقولنا ان healthy camels they don't need to drink often، يعني هما بيبقوا مخزنين already مية في جسمهم فما بيقوش محتاجين يشربوا كل شوية، فهنا هنختار drink. سؤال رقم 15، the camel is not than the fennec fox. ونخلي بالنا بقى من صيغة المقارنة عشان هنا برضو عندنا في الوحدة دي صيغة المقارنة. طيب قبل ما نبتدي نبص على الاختيارات خلينا اشرح كده سريعا ايه هي صيغة المقارنة. صيغة المقارنة دي ان احنا بنكون بنقارن بين حاجتين او شخصين، ولازم يكونوا حاجتين. تمام. ما ينفعش ثلاثة، مينفعش أربعة، لازم اتنين بس، شخص قدام شخص أو حاجة قدام حاجة، ولازم واحدة فيهم بتبقى يا إما بتتفوق عن التانية في حاجة أو بتقل عن التانية في حاجة. طيب لو عندي هنا بقى الصفة، الصفة في الحالة دي لو عندي آخرها ساكن وقبل الصفة أو قبل الحرف الأخير يعني قبل الحرف الساكن ده حرف متحرك، بنضاعف الحرف الساكن اللي في الاخر. يعني مثلا مثال كلمة زي كلمة big اللي هي كبير، اخرها جي وقبل الجي في اي، الاي ده متحرك. الحالة دي عشان اعمل القاعدة لازم بضاعف الجي، بحط جي كمان وبعدين بحط ER. الاي ار دي ثابتة عندنا ما بتتغيرش في اي صفة مقارنة، نحطها لها ER وبعد كده than. تمام. يبقى مثلا tall هتبقى taller than، big bigger بمضاعفة الجي bigger than، small smaller than، fast faster than. طيب الجملة بقى بتتكون ازاي؟ بتتكون دايما من الشخص او الحاجة plus verb to be اللي هو am او is او are، بعد كده الصفة اللي احنا بنحط لها الER، بعد كده than، وبعد كده الحاجة التانية اللي بنقارن بيها. زي مثلا ايه الجملة دي بقى نرجع لها، بيقول لنا the camel is adverb to be. اهو طيب نقط then، يبقى انا هنا اللي ناقصني الصفه اللي فيها er، then the fennec fox او the fennec fox. طيب تفتكروا بقى الجمل ايه من ثعلب الفنك؟ هل هنقول taller ولا tall
ولا tallest؟ طبعا احنا محتاجين قلنا لما نشوف than نفتكر ال ER على طول، يبقى taller than، الجمل أطول من ثعلب الفنك. تمام. نبص على اللي بعدها كده 16. The elephant is bigger، اهو واخدين بالنا ال double G اهي، is bigger not the horse. وهنا شل الحاجة اللي بتبقى دايما بعد ال ER. طب ايه هي بقى؟ هل then بالاي ولا than بالاي ولا thin؟ thin اللي هي يعني رفيع، طبعا دي مش معانا خالص، هنختار بقى من بين A او B. طبعا احنا قلنا than يبقى هي B بالظبط كده. يبقى the elephant is bigger than the horse، طبعا الفيل اضخم او اكبر من الايه، من الحصان. طيب نبص كده على اللي بعديها. طبعا هنا 16 اتكررت مرتين، يعني الرقم نفسه بس هي جملة مختلفة. طيب the horse is not the dog، نخلي بالنا بقى هو هنا اللي حطيت لي than ولا er، يبقى احنا اللي هنحطهم الاتنين. فهقول faster بس ولا fast بس ولا faster than بالظبط، يبقى هي دي طبعا، ان الحصان اسرع من الكلب. يبقى the horse is faster than the dog. طيب 17. The pelican and the horse the pelican and the bear eat not. البجعة بقى والدب، ولا فاكرين كان في قصة ما بين البير والبلكن اللي هي كانوا بيتخانقوا على ايوه الفيش بالظبط كده، كانوا بيتخانقوا على الفيش. طبعا هم اكيد مش هياكلوا اعشاب او العشب يعني، واكيد برضو مش هياكلوا بسله بي اللي هي البسله. تمام. يبقى ايه؟ البليكان والبير بياكلوا فيش. طيب 18. The pelican can catch fish with its نقط. البجعة تقدر تصطاد او تمسك السمك بايه بقى؟ هل بيك بالمنقار بتاعها ولا باك بظهرها ولا بايك بالعجلة بتاعتها؟ طبعا اكيد بيك، بيك اللي هو المنقار. تمام. طيب 19. fish lives in the نقط. السمك بيعيش فين بقى؟ هل هنقول desert في الصحراء ولا sky في السماء ولا river في النهر؟ طبعا river في النهر. طيب اخر سؤال معانا بقى في التشوز، بيقول ايه؟ the pear is a or an نقط. ونخلي بالنا بقى هنا من حاجة مهمة جدا، في الوحدة دي كان بيتكلم عن الفرق بين الب والب، فكلمة bear اللي هي الدب بتبقى بالبي اللي هي زي اللي كانت معانا ايه من شوية بتاعت الدب، لكن دي pair بالبي دي معناها كمترة. فهل هنا بقى هقول the pair is an animal حيوان؟ كانت تنفع لو البي دي كانت بي عادية، يبقى كده animal مش هتنفع. طب بقى معانا fruit و place، هل هي مكان كمترة؟ أكيد طبعا لا، يبقى fruit هي فاكهة، يبقى the pear is a fruit. تمام. والسؤال ده مهم قوي قوي قوي. نروح بقى على نوع السؤال التاني اللي هو بيبقى عندنا 3 او 4 كلمات وبنختار منهم الكلمة المختلفة. طيب نشوف كده معانا animals food birds و insects بالظبط. طبعا المختلفة food لان معانا حيوانات وطيور وحشرات. يبقى حد هيقول لي طب انت بتترجم ليه يا مستر؟ هقول له عشان ممكن نكون احنا لسه ما حفظناش الكلمات، وانا قلت في اول الفيديو ان الفيديو ده لما هنخلصه انت او انت مش هتبقوا محتاجين اصلا ترجعوا تذاكروا من الكتاب تاني، خلاص انا كده هبقى لميت الوحدة التانية كلها. عشان كده بنترجم عشان اللي حابب برضو يحفظ الكلمات من خلال الفيديو. طيب رقم 2 عندنا eagle
و pelican و parrot و camel. يعني النسر وبقعة وبغبغان أو ببغاء وجمل. طب ما هو يا مستر هنا كلهم حيوانات، وكمان احنا عندنا في ثلاث طيور وحيوان، يبقى بالظبط يبقى المختلفة كامل، لان ده بيطير البارت، والبليكن برضو بيطير، والايجل برضو بيطير، يبقى المختلفة هنا كامل. تمام. طيب رقم ثلاثة، scary ولا important، fur وcute. طيب scary يعني مخيف، important مهم، fur اللي هو الفرو، فرو بتاع الحيوانات، وcute لطيف، يعني كلهم صفات ما عدا مين fur. تمام، لان هي ايه يعني خامة، او الفرو الايه اللي بيبقى موجود على الحيوانات. طيب اربعة معانا بقى، fur لسايلنها الفرو، feather الريش، skin الجلد، واخيرا wing الجناح. طبعا لو ملاحظين كلهم حاجات بنلاقيها على جسم او اجسام الحيوانات والطيور ما عدا wing. حد يقول لي طب ما هو مش الوينج ده، مش الجناح ده بنلاقيه برضو في الطيور يا مستر؟ هقول له طب ما هو الوينج ده مش بيبقى نوع من الحاجة اللي بتغطيها، ده عضو فيها، يعني الجناح ده عضو مثلا في العصفور او عضو في النسر، لكن ما نقدرش نقول ان هو حاجة بتغطي الحيوان نفسه. تمام، يبقى طبعا هي دي الايه المختلفة. طيب خمسة، eat what which وهاو. طبعا دي واضحة جدا ان هي eat. طيب ستة، Africa male Europe America. طبعا America اللي هي أمريكا، Europe أوروبا، male اللي هي ذكر، و Africa أفريقيا. طبعا واضح برضو ان هي المختلفة male، لان دي gender او دي اللي هي بتبقى زي النوع، هل male ولا female. رقم سبعة، cold beautiful area warm. طيب معانا cold بارد او ساقع زي الجو اللي احنا فيه كده، beautiful جميل، area منطقة، warm دافي. طبعا كلهم برضو adjectives ما عدا area، ما عدا كلمة منطقة. طيب نروح بقى رقم تمانية، معنى how long how tall و how heavy و but. طبعا واضحة جدا ان كلهم ادوات استفهام، how tall ما طول، ما طول الشيء، و how long ما الطول بتاع الشيء برضو لو هو حاجة طبعا امتدادها يعني افقي، و how tall للامتداد الرأسي او الارتفاع الرأسي، بعد كده how heavy اللي هي كم الوزن، وبعد كده but ولكن. طبعا but هي مختلفة. طيب السؤال اللي قبل الأخير معين، amazing intelligent delicious و horse. واضحة برضو كلهم صفات، amazing رائع، intelligent ذكي، delicious لذيذ أو لذيذ، horse حصان طبعا هو المختلف. السؤال رقم 10 والأخير، bear apple watermelon و pear. فاكرين لما قلت لكم خلي بالنا منها اهو حطيناها اهو ايه في الاود words، تفتكروا بقى هنشيل انهي واحده فيهم؟ طب نترجم، bear اللي هي اول واحده دي اللي هي الدب او الدب، apple طبعا عارفينها تفاح، watermelon او watermelon اللي هو البطيخ، و pear الكمثره او الكمثره. يبقى طبعا هنشيل بير اول واحدة، ونركز قوي في رقم 10 دي عشان مهمة. تمام، طيب كده احنا خلصنا مراجعة الوحدة التانية بالكامل. بفكركم ان الوحدة كده شاملة كل حاجة، شاملة الكلمات، شاملة القواعد الخاصة بالوحدة والحاجات المهمة والتركات اللي ممكن بيتلعب عليها في الامتحان. ياريت لو عجبكم الفيديو واستفدتوا فعلا منه ولخص لكم كده الدنيا لو كنتوا مزنوقين في الوقت،
يا ريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، تشتركوا في القناة لو انتوا لسه مشتركتوش، وتفعلوا الجرس وتعلم على علامة الكل عشان الفيديوهات توصلنا اول باول، لان لسه ان شاء الله في الوحدة الثالثة والرابعة والخامسة والستة هيكونوا برضو في السلسلة دي، فانتظروها ان شاء الله. وكل اللي انا طالبه منكم بس لو عندكم اي سؤال على اي حاجة احنا قلناها جوه الفيديو او خارج الفيديو، يا ريت تسيبوهولنا في التعليقات تحت الفيديو، وانا برد على جميع الناس، اي كومنت بيتكتب انا برد عليه على طول. فيا ريت لو في اي حد حاسس ان هو مش فاهم حاجة انا قلتها في الفيديو ده او حتى في الفيديو اللي فات او في اللي جاي، يكتب تحت الفيديو السؤال بتاعه. تمام، طيب انا مش هطول عليكم، كان معاكم مستر شادي هشام التركي من قناة Everybody English، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.